أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وعش في الصخر ليكن مسكنك متينا وعشك موضوع في صخرة بدأنا البرنامج عن فكر الله من جهة البيت أو البيت في فكرة الله وأخذنا تكوين اتنين البيت مشروع إلهي أخذنا خروج اتنين البيت خطة ومشيئة إلهية أخذنا عندنا ملاخ اتنين البيت عهد إلهي مرقص اتنين البيت نور واعلان الهي يوحنا 2 اتكلمنا عن البيت مجد الهي لاعلان مجد الله بداية الايات التي صنعها يسوع لاظهار مجده واخدنا كمان معانا في تيميساوس الاولى 2 واحنا بنتكلم عن البيت نموذج الهي نموذج انه ربنا عمل البيت عشان يكون قدوة للاخرين لكن خلينا اروح معاك النهاردة لكمان حاجة اتنين خلينا نروح تيتوس 2 يقول لنا كلام خطير تعال نقراه مع بعض في رسالة بولس الرسول إلى تيتوس ودي واحدة من الرسائل الرعوية اللي أرسلها لتيتوس بولس الرسول أرسلها عشان يعلم تيتوس أمور عظيمة صح اثنين العدد الأول يقول له أما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح أن يكون الأشياخ الأشياخ أي جمع شيوخ صاحين ذوي وقار متعقلين أصحاء في الإيمان والمحبة والصبر دول الأشياخ أو الشيوخ وبعدين يقول كذلك العجائز في سيرة طليق بالقداسة غير ثالبات وسالبات بالسي غير سالبات بالسين ثالبات بالسي يعني الثالب بالسي يعني يغتاب أحد في غيابه مسكات سيرة يعني لكن بالسين يعني يسرق واحد هنا غير ثالبات غير مستعبدات للخمر الكثير يقول كده متعلمات الصلاح ليه ليه يقول في عدد أربعة لكي ينصحن الحادثات أن يكون محبات لرجالهن ويحبن أولادهن متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن صالحات خضع خضعات لرجالهن لكي لا يجدف على كلمة الله يا yeah. هنا الرب بيقول لتيتوس يا تيتوس بلغ الشيوخ وبلغ العجائز بلغ جد وتيتا بلغ الكبار ابلغهم بايه قال قول لهم ان هم يسلكوا السلوك الفلاني يعني انه ال 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 الاشياخ يقول يقول عنهم صاحين في ناس كتير نامت وبينما الناس نيام جاء عدو ذرع زوان وبعدين يقول ذوي وقار الشيخ ده يكون وقور يليق بسنه وبعدين يقول انهم متعقلين اصحاء في الايمان مش بس في الجسد لكن في الايمان والمحبه والصبر وقول العجائز بقى اللي هو تيتا قول ان هي يعني تسلك بسيره تصير يعني طليق بالقداسه غير طالبات غير مستعبدات وبعدين متعلمات الصلاح عشان كل ده قال ينصحنا الحديثات ينصحوا الولاد دور جد وتيتا مش ان هم يدمروا حياة ولادهم بان هم يحطوا مناخيرهم في كل كبيرة وصغيرة وحاسين ان الولاد دول ملكية خاصة دول بتعوتنا في مبدأ الهي بيقول انه يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته طب ازاي يترك يعني ربنا اللي وصاني انه الشاب والشابة يقول كده يعني ثمان مرات في الكتاب المقدس اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض وقول عنها التي هي اول وصية بوعد طب ازاي اكرم بابا وماما وازاي اترك ازاي اكرم واترك انا هكرمهم لكن البيت ده لانه ده بيت امتداد جديد ربنا عمله وزرع جديد أنا محتاج يكون ليا الكيان والاستقلال انا بحبهم واقدرهم واكرمهم واشيلهم فوق راسي بس ده م م يعني مش معناه انك تشارك ماما بأدق التفاصيل وانه انا بيتي يكون يعني يعني كل اللي داخل وخارج عارف ادق التفاصيل ده ليه كيان خاص ولانه ليه كيان خاص ربنا بيعلمنا النهارده ان الكبار دورهم دور ارشادي وتعليم وتدريبي فالبيت ده امتداد ربنا بيقول دور جد وتيتا انه يقودوا البيت ليه هم اصحاب خبره يقولوا خبرتهم مش يقولوا تعليماتهم لا يا ابني انا عندي خبره بتقول كذا وكذا وكذا عندهم تعليم كتابي عندهم امور جد وتيتا يكونوا نموذج في الاول وموديل يكونوا صالحين في سيرة مقدسة هنا صاحين أصحاء في الإيمان هنا غير مستعبدات لكن في سيرة مقدسة ولما يكونوا هم موديل أنا ما أظنش واحد شاف بابا ومامته لما كان في بيته واحدة شافت باباها ومامتها في بيتهم شافوا نموذج هنا وشافوا نموذج هنا الاتنين قريبين قوي من ربنا ويطلع بيت مكسور هم تعلموا في البيت يعني بيت اتعلموا لما كانوا عند بابا وماما يعني حياة مقدسة اتعلموا لما شافت مامتها في البيت ازاي تقية ازاي بتحب زوجها ازاي تيتا دي لما كانت زوجة وما زالت هي بتقدم كل الحب لزوجها رغم انه مر على جوازهم ممكن يعني انا لسه اعرف ناس حد احتفل بعيد زواجه الستين وحد احتفل بعيد زواجه الخمسين واحد يمكن شاب يقول لي يا خمسين سنة جواز فكاهة مرة سمعتها واحد بيحتفل بعيد جوازه الخمسين فقالوا له ازاي قدرت تكمل خمسين سنة جواز بدون مشاكل قال انا اتفقت انا وزوجتي انه لما الواحد فينا يعني يلاقي الشريك الحياة عمل حاجة تضايقه يطلع يتمشى شوية ويرجع قالوا له وبعدين قال له من ساعتها وبديل خمسين سنة بتمشى فالزواج استمر لا الحياة المسيحية مش كده خالص دي فكاهة طبعا الحياة المسيحية صلاح وتقوى وسيرة مقدسة مش الحال المسيحية مش أي حاجة بس النموذج والموديل بتاع جد وتيتا بيفضل مستمر مع الولاد واسمحوا لي جد وتيتا كمان بيكونوا مؤثرين في الولاد لما يكون جد وتيتا أتقياء بيقعدوا عارفين بولس الرسول قال لتيمساوس تعبير خطير جدا جدا يقول له الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولا في أمك وجدتك تيتا علمت الايمان يعني يعني تمساوس ده كان بابا يهودي يعني ف يعني حاجه غريبه قوي ولا من خلفيه يونانيه ولا ايه يعني المهم يعني من حد من بعيد بس ماما وتيتا كانوا بيحبوا ربنا فقالوا الايمان اللي سكن اولا في جدتك وبعدين في امك وانا متيقن انه فيك انا متيقن ان الايمان ده سكن جواك انت خدت الايمان ده من تيتا ومن ماما فتيتا اديته لماما وقادتها للرب وبعدين ماما دي قادتك انت للرب يا ترى احنا بنعمل ايه اعرف بيوت كتير اتدمرت بسبب تدخل الوالدين واعرف بيوت كتير ثبتت لانه حكمة الوالدين قادت الولاد لناحية الرب وقادت البيت ده لبر الامان انا نفسي اقول النهاردة انه البيت ده امتداد البيت امتداد تعرفوا انه مرات كتير الولاد بيتعقدوا من الزواج ومش بيحبوا يتجوزوا لانهم مرات بيشوفوا موديل او نموذج من الكبار اللي عندهم متدمر، فيقول لك أنا ما نفسيش أعمل بيت زي البيت اللي عندنا، ما نفسيش أعمل بيت بيت متدمر وكله خناقات و... و... وكله صخب وكله مرات كتير أمور لا طليق لكن لما يطلع ألاقي نموذج رائع رائع قادنا إلى الرب، ونموذج رائع بيحبوا بعض، أنا بحب الجواز لأن شفت نموذج قدامي نموذج جميل وحسن. احنا نموذج وامتداد ولا ترى احنا دمرنا حاجات كتير نفسي اقول لكل حما لكل ام لكل جده ولكل تيتا النهارده عليكم دور ومسؤوليه اللي هتعلموه لاولادكم ولادكم هيعلموه لاولادهم وبعد شويه هيعلموه لاحفادهم وهكذا انتوا بتزرعوا في الملكوت اوعى تفكر انه اللي انت بتعمله ده بيعدي ده الولاد بيشوفوا افعالنا وسلوكنا وبيتعلموا مرات كتير نبقى حاطين بصمة إلهية في حياتهم البيت ده في الحقيقة أنا نفسي أقول امتداد امتداد يقول كده أنه كلماتي تكون في فمك وفم نسلك ونسل نسلك إيه ده أصول بتتنقل من فم لفم ومن قلب لقلب لقلب لنسل فنسلك ونسل نسلك يكون للبركة ويكون للامتداد عشان كده خليك الأيام اللي جاية حط جوه قلبك أنا مش هقتحمهم لكن هكون مشير ليهم هات ابنك وحك معاه قول له أخبار البيت إيه كم مرة كأب صليت مع ابنك لأجل بيته وتقول له بيتك أنا بصلي لأجلك كتير وبيتك ده في حماية الرب كم أم صلت مع بنتها لأجل شريك حياتها مش بتقويها على زوجها مش بتقول لها سبيله البيت أو اعملي كذا لكن بتقودها للصلاح هنا يقول للصلاح الأشياخ والعجائز جد وتيتا الشعر الأبيض ده وراه خبره كبيره يا إما تكون خبرة مدمرة يا خبره تقود للنجاح وإلى بر الامان الشعر الابيض يقول عن كسرة الايام تزيد حكمه كسرة الأيام تتكلم انتوا عديتوا بتجارب كتير من فضلكم فدوهم ولا تقتحموهم لتدمروهم الولاد مش ملكية شخصية دول وكالة ربنا أوكلنا عليها لوقت لوقت لحد ما يبقى ليهم بيت ويكونوا نموذج رائع رائع أنا شفت الأب والأم اللي انفصلوا وشفت الأب والأم اللي دمروا حياتهم وشفت الأب والأم اللي كملوا بتقوى قدام ولادهم إزاي بيكون ده بينعكس على حياتهم أصلي ليكم في اسم المسيح ولادكم يكونوا للبركة ونسلهم للبركة وبيتكم في الحقيقة يكون امتداد زرع وامتداد زرع مثمر مش بيجي عند, عند, عند وقت معين ويقف مرات كتير الكتاب يكلمنا يقول وبيت أخاب مع أنه أخاب مات من زمان بس بيته ونسله كان أشرار يقول فلان الفلاني فعل الشر كأخاب أبي مع أنه يمكن الجيل الرابع والخامس آه بيت كله للشر مكملين بيتعلموا من بعض والرب يجي مرات بعد 200 و 300 سنة يقول وأحسن إليهم من أجل داود عبد أنا مش ناسل داود اللي عمله وبيت داود انا نفسي اقول لك النهارده ان الرب يعلمك كده انه نسلك ونسل نسلك يكون للبركه وبيوتهم تكون امتداد كم مره صليت لاولادك وارتباطهم وان الرب يصنع لهم بيوت بحسب قلبه ربنا يدينا نعمه الايام اللي جايه ان بيوت ولادنا تكون مميزه وبيوت ولادنا تكون امتداد واللي نعلمه لاولادنا يعلموهم لاولادهم الشيوخ والعجائز جد وتيتا أنا بصلي لكم ليكم دور وامتداد يا كل شاب وشابة استقبلوا من بابا وماما كل تعليم صالح بخضوع وفرح عشان الخبرة اللي عندهم هتفيدكم وأتمنى في اسم الرب يسوع إن احنا نبارك أولادنا ونبارك بيوتهم ونبارك أولادهم وبيوتهم تكون امتداد إلهي وزرع إلهي يمتد إلى مجيء الرب والرب معاكم الى حلقه جديده من برنامجكم عش في الصخر الرب معكم